لو هي عامله لاترال روتيشن كده للهيب، لو انا رحت اعمل لها العكس اعملها له كده ميديا روتيشن هيبقى سعيد. نفس الفكره ستريتش لمصل عامله سباس، ففي قوتين ضد بعض، قوه سباس وقوه انت بتعمل ستريتش توجعه جدا، ودي اسمها اوبتيوريتور تيست او زكاري كوبسايد. دي الحاجات اللي سبيسيفيك والكاركترستيك الايه لابد سايف. في عندكم اي سبيشال ساينس ثانيه؟ مورفو كوستو فيرتيبرال تندرنس. كنت بقول لكم عليها من شويه يا جماعه، ما كوستو فيرتيبرال دي اللي هي على فكره رينال انجل، رينال انجل اهي تندرنس رينال انجل، دي تبقى انفلاميشن في الكدني زي مثلا بايرفروزس بايرفايز زي كده. هل في حاجه ثانيه؟ مورفي ساين، مورفي ساين، بس دي مكتوبه عندكم ولا مش موجوده؟ دي مش موجوده الصراحه، بس فعلا حلوه قوي الجول بلادر. المورفي ساين يا جماعه تحط ديك على السيرفس اناتومي اوف ذا فاندس اوف ذا جول بلادر. خدتم على الشمال السيرفس اناتومي اوف ذا فاندس اوف جول بلادر فين؟ الانجل في الاناتومي التيب اوف ذا رايت ناينس كوستر كارتريج توز. تطلعها ازاي دي كلينيكالي؟ التيب اوف ذا رايت ناينس كوستر كارتريج دي مكان ما الميد كلافيكولار لاين قاطع الرايت كوستر مارجن. واتفقنا الميد كلافيكولار لاين يا جماعه متعلم بايه؟ كمان باللاترال ايدج اوف ساكروسباينالز، لاترال ايدج اوف ريكتس ابدومينس. فمكان ما الريكتس ابدومينس بتقطع الرايت كوستر مارجن. فدي التيب اوف ذا رايت ناينس كوستر كارتريج ميد كلافيكولار اللي جاست ميديال نابل، واللينيا سيميليونيرس اللي هي اللاترال ايدج اوف ساك ايه اوف ريكتس ابدومينس بتقطع الرايت كوستر مارجن. يبقى ده الميرفيس بوينت اللي عندنا على الفانوس والجول بلادر. وبايديا الشمال بايد هنا كده محدده على الناطق، خد نفس عميق من بقى وطلعه. يبقى ده الطبيعي نفس عميق، الليفر بينزل والجول بلادر بتنزل. يحصل حاجه؟ لا ما يحصلش، طز. لكن لو دي انفليمد جول بلادر وخد نفس عميق ونزلت خبطت في ايديك يحصل ايه؟ ده انديوس سيفير بين. فالعين يقدر يكمل النفس؟ ما يقدرش يكمله. يعني لو انت عملتها فقدان وقلت لي خد نفس عميق، فاول النفس هيجي الوجع فيحصل الاتي. رحت قاطع النفس وحصل تندرنس. فسيفير بين اون ديب انسبيريشن والبيشنت كاتش الانسبيريشن في قدمته، بتبقى نيرفز ساين كاركترستيك فور تندر فاندس في جول بلادر في حالات الكوليسيستايتس. هي صح بتاعها كده على فكره، بصوا كده بس، ما اعتقدش ان في اي حد علمها لكم بالطريقه دي خالص. فهي ممكن يعني تعدي كده اهو، تحط ديك بالريديال برونز هاند تحت الكوستال مارجن وتقول له خد النفس العميق، قطم النفس وجاله السيفير بين. يبقى هنا في حته تندر، بس طبعا هي الاحلى منها ان التندر تكون في النقطه بتاعه الفاندس اوف ذا جول بلادر. يعني صراحه لو انا حطيت ديك ده ممكن اعملها لك ليفر ابس، ما هو ليفر ابس تندر ويعمل لك كاتش ان ريفريش. فيعني دي تعدي كده زي ممكن ما تكون كل المجموعات عملتها، بس هي الصح بتاعها بايدك الشمال كده وبالفينجر تبس على الصم مكان ما هو السيرفس اناتوم الميد كلافيكولر مع جاست ميديال النبل على اللاترال ايدج اوف دايركت الشيس عند تقلقي مع الايه الكوستال مارجن ونفس عميق. جاله الوجع وقطم وقال اي دي ميرفز ساين فور كوليسيستايتس. اي اسئله ثانيه عندكم؟ اي سبيشال ساينس ثانيه؟ اوكي.